اهلا بكم مجددا. والنشره الجويه، يتوقع خبراء الارصاد الجويه طقس حار على القاهره والوجه البحري وجنوب البلاد، يكون معتدل على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب البلاد نهارا، اما ليلا فالطقس لطيف على القاهره والوجه البحري والسواحل الشماليه وشمال الصعيد معتدل جنوبا. وعن التوقعات المنتظره للايام القادمه تشير الى عدم وجود تغيرات في حاله الطقس عن القاهره. الأحد 21-35، الاثنين 21-34، الثلاثاء 20-33. شرم الشيخ الأحد 27-40، الاثنين 27-39، الثلاثاء 26-36. الأقصر الأحد 27-46، الاثنين 27-43، الثلاثاء 26-40. ونتعرف الآن على درجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. القاهرة 21-35، إسكندرية 20-29، دمياط 20-28، بورسعيد 21-28، العريش 22-29، رفح 22-29، إسماعيلية 23-36، السويس 24-36، مطروح 20-26، وادي النطرون 21-34، المنصورة 21-35، طنطا 21-34، دمنهور 21-32، سانت كاترين 21-36، الغردقة 27-39، شرم الشيخ 27-40، الفيوم 23-40، المنيا 24-40، أسيوط 25-43، سوهاج 26-44، قنا 27-45، الأقصر 27-46، وادي الجديد 28-45، أسوان 28-46، حلايب 27-36، شلاتين 26-39، أبو رماط 26-37، رأس حدربة 26-36.